السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة وإطلالة متجددة من إطلالات برنامجكم اليومي أخباركم، حلقة بداية الأسبوع نستهلها كما عودناكم بالعناوين. أمير المدينة المنورة يدشن مهرجان الزهور والحدائق في ينبع الصناعية، وفعاليات ثقافية وتراثية احتفاء بيوم التأسيس. البنك المركزي يعلن مواعيد دوام البنوك في رمضان ومدة إجازة عيد الفطر. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحياكم الله في هذه الحلقة وفي كل حلقة من حلقات برنامج أخباركم الذي اعتدتم أن يصافحكم عند 8:30 ليضع بين أيديكم أهم وآخر الأخبار على الساحة المحلية. دعونا نبدأ بأولى أخبارنا، حيث دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز فعاليات مهرجان الزهور والحدائق 14 في مدينة ينبع الصناعية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني وعدد من مسؤولي الهيئة. واطلع أمير المدينة المنورة على البرامج والفعاليات والأنشطة التي تسهم بشكل فعال في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث يوفر المهرجان فرصا استثمارية فريدة تجعله محفزا للاقتصاد المحلي ليكون له دور حيوي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المحلية. كما رعى أمير منطقة المدينة حفل استلام شهادات اعتماد جينيس للعالمية للأرقام القياسية التي حققتها النسخة الحالية من المهرجان، والتي تمثلت بأكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية لقائد نهضة ومسيرة التنمية بمملكتنا الحبيبة خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أكبر مجسم مكون من مواد معاد تدويرها على هيئة صاروخ فضائي يمثل النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، إلى جانب أكبر سلة زهور في العالم. ويحظى مهرجان الزهور والحدائق في نسخته 14 بدعم كبير من المجتمع المحلي، حيث يساهم أكثر من 2000 متطوع بالعمل على جوانب مختلفة من التخطيط والتنفيذ لهذه الفعاليات. حقيقة يعني هي فرصة لكل من هو موجود في ينبع بحضور هذه النسخة 14 من فعاليات مهرجان الزهور، وإن كانت حقيقة وقتها يعني يتعارض مع أوقات الاختبارات للطلاب والطالبات، لكن لعل يعني يكون هناك تنسيق يعني مواعيد الطلاب وبإمكانهم إن شاء الله أنهم يزورون هذه الفعاليات، واللي أعتقد أيضا أنها ستستمر حتى بعد انتهاء الاختبارات، فهي فرصة للاستفادة والاستمتاع بالأجواء الجميلة صراحة اللي تعيشها المملكة اليوم، لا سيما أيضا في ينبع وأجواءها اللطيفة التي تعيشها على طوال العام. إلى خبرنا التالي مشاهدي الكرام، وتحتفي وزارة الثقافة بيوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام بتنظيم باقة من الفعاليات الثقافية والتاريخية خلال الفترة من 21 وحتى 26 من شهر فبراير الجاري، وتشارك الوزارة بهذه المناسبة الوطنية التي تستحضر قصة عظيمة لوطن تأسس قبل أكثر من 3 قرون، وتعيد للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 ميلادية، وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيان سياسي ينعم بالوحدة والاستقرار والازدهار. وأعدت الوزارة مجموعة من الفعاليات الثرية في عدد من مدن المملكة، وتمثل فعالية مسار التاريخ رحلة يستمتع فيها الزائر بعدد من المشاهد والمنحوتات التي تعكس القيم الراسخة للتأسيس
من خلال مسار يعرض فيه 19 مشهدا معبرا عن الخط الزمني لتاريخ الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها عام 1727 ميلادية وحتى حاضرنا اليوم. وتتكون الفعاليات من مسار يعبر عن الخط الزمني للماضي للمملكة والذي يمتد ل300 عام. إذن إحنا على موعد يعني اليوم السبت يفصلنا تقريبا 3 أو 4 أيام عن يوم التأسيس اللي يوافق إن شاء الله يوم الخميس القادم 22 من فبراير، وهو اليوم الذي يعتبر حقيقة ملحمة نعتز فيه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727 ميلادية، والذي أقر خادم الحرمين الشريفين أن يكون 22 من فبراير هو احتفالاً بذكرى التأسيس، وعلى أن يكون أيضاً إجازة للمواطنين والمواطنات والمقيمين كذلك في المملكة العربية السعودية. إلى خبرنا القادم مشاهدي الكرام، حيث أعلن البنك المركزي عن أوقات العمل في الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك وشركات المدفوعات خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 للهجرة. ستكون أوقات العمل اليومية للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء. وقرر البنك المركزي السعودي أن تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية وشركات المدفوعات خلال أيام شهر رمضان المبارك بواقع 6 ساعات عمل مرنة ابتداء من الساعة 9:30 صباحا وحتى 5:30 مساء، فيما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل الخميس الموافق 25 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية اللي يوافق 4 من شهر أبريل لعام 2024 ميلادية، فيما تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 5 من شهر شوال لعام 1445 الهجرة اللي يوافق 14 من شهر أبريل لعام 2024 ميلادية. إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 7 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية اللي يوافق 13 من شهر يونيو لعام 2024 ميلادية. فيما يتعلق باستئناف العمل سيكون بإذن الله في 17 من شهر ذي الحجة لعام 1445 للهجرة اللي يوافق 23 من شهر يونيو لعام 2024 ميلادية. هذا الخبر أعتقد أنه يهم كثير من الناس، لا سيما اللي لديه تحويلات مالية بنكية، لديه بعض الأمور البنكية اللي يحتاج يعني العمل عليها في لا سيما في شهر رمضان المبارك، لابد أن ينتبه لهذه المواعيد لأنه بناء عليها سيتم إغلاق البنوك، سيتم إغلاق التحويلات المالية، فلابد أن الواحد يرتب أموره المالية منذ وقت مبكر. هذا رقم واحد. أيضا فيما يتعلق بإجازة عيد الأضحى المبارك ومتى ستتوقف البنوك عن التعاملات المالية ومتى ستعاود أعمالها المالية بحسب ما ذكرنا في التواريخ السابقة. إلى خبرنا القادم مشاهدي الكرام من الطائف، حيث دعت أمانة الطائف ملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تسوير أراضيهم الواقعة على المحاور الرئيسية إلى سرعة التقدم بطلب التسوير للأراضي على موقع الأمانة الإلكتروني دون الحاجة إلى رقم المخطط أو القطعة، وسيتم إنهاء الإجراءات حسب ما لدى الأمانة من الأنظمة والتعليمات، وذلك حرصا على تعزيز المشهد الحضري للمدينة ومعالجة التشوه البصري. وأهابت بالمكاتب الهندسية التعاون مع ملاك الأراضي وتقديم طلبات تسوير الأراضي الفضاء بالمواقع المستهدفة على المحاور الرئيسية بالمدينة وفق الأنظمة والتعليمات المرعية. إذن لكل من لديه يعني أرض فضاء ويريد أن يصورها يجب عليه التقدم عن طريق موقع أمانة الطائف والاطلاع على التفاصيل والشروط هناك، لا سيما أنه يعني في حال عدم أيضا تسوير هذه الأراضي البيضاء قد تتعرض إلى المخالفات حسب الأنظمة والقوانين المعمول فيها. أخيرا من الطائف إلى الجوف، حيث يشهد مهرجان أو معرض الزيتون الذي يعد المحطة الأولى لزوار مهرجان زيتون الجوف الدولي 17 بتنظيم من أمانة منطقة الجوف على مدى 10 أيام يحظى بتسويق لمنتجات متنوعة وصناعات تحويلية مشتقة من إنتاج منطقة الجوف من الزيتون وزيت الزيتون، وذلك عبر المشاركين من المنتجين في مبيعات زيت الزيتون وزيتون المائدة والصناعات التحويلية منه. طبعا المشارك سلطان الجهني يعرض قائمة من المنتجات المتنوعة المشتقة من إنتاج الزيتون، منها
شاي الزيتون الحار الذي يمزج مع مكونات مختلفة ليكون مشروب شتوي بامتياز، إضافة طبعا لمشروب بارد ويتم تحضيره عبر ورق الزيتون المطحون والمضاف له الكركديه اللي يتناسب مع مرضى الضغط، لتناوله كمشروب بارد يساهم في خفض الضغط. أيضا تتنوع منتجات الزيتون وتتنوع أيضا منتجات هذا المهرجان، سواء التين المجفف بزيت الزيتون وشطة العسل وزيت الزيتون وحلوى زيت الزيتون والمكونة من العسل والزيت والنشا والمكسرات، إضافة إلى مكدوس الزيتون ومتبل الزيتون. فإذا سبحان الله، يعني كيف هذه النبتة اللي هي الزيتون طلع منها عدة أشياء، طلع منها حلى وطلع منها شراب وطلع منها يعني مشروبات وطلع منها مأكولات، يعني طلعت ما شاء الله تبارك الله، فهي نبتة مباركة وقد أقسم الله جل وعلا بها في محكم التنزيل والتين والزيتون. مشاهدي الكرام، كانت هذه أبرز الأخبار التي تدوناها وإياكم خلال 24 ساعة ماضية على مختلف النطاق حول مملكتنا الحبيبة. إلى أبرز الترندات من خلال فقرتنا القادمة، فقرة ترندكم. ترندنا الأول انتشر كبير في منصة إكس، وهو لأصدقاء مسنين سبحان الله ربط الله بينهم برباط المحبة والرحمة والوفاء، فتجد يعني على رغم كبر سنهم كلاهما الاثنين إلا أنهم يهتمون في بعض ويدفون بعض في عز الشتاء والبرد. هذا المقطع اللي تداولوه الناس بانتشار كبير وحرك في أشجانهم الكثير، خلونا نشوف. ما هذا الاهتمام وهذا البر حقيقة في الصديق، يعني لما تجد أنهم يهتمون في بعض ويعني يتأكد من لبسه للفروة ولبسه للشماغ، هي تحرك صراحة المشاعر والحنين. لكن الناس بدأ بالتندر على وضعنا الحالي، خلونا نشوف نجمة اللي تندرت حقيقة على وضعنا الحالي وقالت سبحان الله، جيل أول فيهم قبول الأرض كله وصدق ومحبة ووفاء عكس الحين، هل الآن لا يوجد بين الصديق وصديقه مثل ذلك؟ أم أن الناس تحب العودة إلى الماضي؟ يبقى هذا السؤال لكم. خلونا نشوف سهم كيف تفاعل مع هذا الترند وش قال. قال ما شاء الله ما شاء الله، الله يجمعهم على العز والمعزة والمحبة، جيل الطيبين هذولي هم، يا زينهم ويا جمالهم، يشهد الله ربي، الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، اللهم آمين، شكرا لك يا سهم. أما التعليق الأخير مشاهدي الكرام من اقتراب، ماذا أو اضطراب عفوا اغتراب عفوا ماذا قال؟ قال والله إنهم زينة الحياة وبلسمها وحنانها وجمالها، يا ليت أعمارهم تقف وتنعاد وتنعاد وتنعاد، قبلة على جبينكم وأياديكم. يعني أعتذر منك اغتراب، لكن أعمارهم لن تقف، وحكم البرية أو حكم القدر في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، أن تقف أعمارهم لن تقف، لكنها يعني سيصلون إلى حد وسيقفون عند هذا الحد، ثم لكن الأمل والطمع فينا كمسلمين أننا سنلقاهم في الجنة وسنجتمع بهم وسنعيد تلك الذكريات. فنسأل الله أن يجمعنا وإياكم والمستمعين في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابق عذاب ولا حساب. مشاهدي الكرام، كان هذا هو ترندنا الأول من منصة إكس، إلى ترندنا الجاي من منصة سناب شات. لا سامح الله في حال تعرضت إلى احتيال سواء عبر منصة أبشر أو عن طريق نفاذ اللي هو الدخول الوطني الموحد، قد تتعرض لاحتيال من خلال هاتين المنصتين، كيف توقف حسابك في أبشر؟ التقني عبد الله السبع عبر سنابه نشر هذه الطريقة التي قد يعني تحول بينك وبين المحتال أو على الأقل تتدارك ما يمكن تداركه، خلونا نشوف.
قنا علمك على أسهل طريقة تقدر توقف فيها حسابك في أبشر ونفاذ ولا سمح الله صارت لك عملية احتيال وتم سرقة حسابك في أبشر. تدخل على تطبيق نفاذ وتسوي تسجيل خروج وتروح إلى خيار الإعدادات. طبعا الخيار هذا ما راح يطلع لك إلا إذا أنت مسوي تسجيل خروج من تطبيق نفاذ. لو ضغطت على خيار الإعدادات تختار خدمات أجهزة ذاتية أبشر، وبعدين تختار الإيقاف المؤقت للهوية الرقمية أبشر، تحط رقم الهوية وبعدها تسوي التالي وتصور وجهك وراح يتم إيقاف حسابك في أبشر ونفاذ. طبعا ضروري لو صارت لك عملية احتيال وسرقة حسابك في أبشر ونفاذ وقف حسابك بشكل مباشر حتى ما يسرقون رقم جوالك ويسوون لك مشاكل ويدخلون على بيانات معينة وغيرها. فذلك ضروري أنك تحفظ هذه الطريقة وتعلم عليها الكبار في السن، لأنهم دائما هم يقعون ضحية للاختراقات وسرقة حساباتهم في أبشر ونفاذ. صراحة وأنا أشاهد المقطع، طبعا شكرا ليتقني عبدالله سبع على هذه الثقافة اللي يثقفنا فيها بين الحين والحين حول التقنية، لكني يعني أتذكر مفهوم محو الأمية للناس اللي ما تعرف تقرأ وتكتب. أعتقد اليوم انتقلنا إلى مفهوم آخر وهو محو ليس الأمية بل محو التقنية. حقيقة اليوم يعني زي هذه المعلومة والله للتو أعرف عنها. فالتقنية صراحة جالسة تتطور بشكل رهيب وأصبحنا كالجهلة صراحة في وسط تبارك الله التقنيين هؤلاء، لكن يجب على الواحد أنه يثقف نفسه حول هذه الأمور التقنية التي تساعد على عدم التعرض للاحتيال لا سمح الله. طيب إذا هذا كان ترندنا الثاني من منصة سناب شات، خلونا نشوف ترندنا الجاي من أي منصة. اليوم السبت الناس أصبحوا على أجواء جميلة يعني جيدة، الأجواء فيها معتدلة، لكن أهل تبوك أصبحوا على نزول الثلج تبارك الرحمن، تحديدا في جبال اللوز شمال غرب المملكة. المميز دائما مشعل العطوي وثق هذا الفيديو، خلونا نشوفه. السلام عليكم، اليوم 16/2 ما شاء الله تبارك الله، كان الله في عونهم في تبوك هناك على هذه البرودة. لكن قد سمعت يعني أنه سبحان الله يعني برد تبوك وبرد حايل والبرد المناطق الشمالية ما يعني ما يدخل في العظام زي البرد الجاف في الرياض، هذا الذي سمعته، لكن ليس من سمع كمن رأى. إذن مشاهدي الكرام كان هذا هو ترندنا الثالث من منصة الانستغرام، أخذناكم في جولة سريعة حول مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تبقى أن نطلعكم على أهم وآخر الأخبار في 90 ثانية. إغاثي الملك سلمان، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي تحمل مساعدات للشعب الأوكراني. وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يوجه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز. وزارة الحج والعمرة تدعو المعتمرين لاختيار الأوقات المناسبة والحجز المسبق عبر منصة نسك. صحة الرياض تمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية. التدريب التقني يوفر 21,245 فرصة وظيفية للخريجين خلال شهر يناير. الأمن البيئي يضبط 14 مخالفا لارتكابهم مخالفات قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة في إحدى المحميات. رئاسة الشؤون الدينية تسخر الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات السائلين بالمسجد الحرام. الحملة الميدانية تضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. المرور وجود المخالفات على المالك لا يمنع من نقل ملكية المركبة، شريطة سيران، رخصة السير والفحص الدوري. والإخلاء الطبي ينقل مواطنين عبر طائرة من القاهرة لاستكمال علاجهما في السعودية. إذن مشاهدي الكرام بنهاية 90 ثانية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم غدا الأحد.
إلى ذلك الحين نستودعكم الله. Bop, 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 bop